غرف نوم فارهة وقاعة للمناسبات وأخرى للرياضة ومطعم ومقهى ومصاعد حديثة. هذا ليس أحد فنادق النجف، وإنما هو مبنى مجلس المحافظة الجديد الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دينار. تم إنجاز مشروع بناية مجلس المحافظة المحال من هيئة الأعمار وبقيمة إجمالية 23 مليار، وتتكون كل طابق من غرف الخدمات والإدارة وقاعات الاجتماعات، وتكون الطابق الرابع من شقق فندقية عددها 30 للأعضاء. هاي البناية التي كلفت الحكومة أموال طائلة، نتمنى من أعضاء مجلس المحافظة المتخذ أن يكونون خير من يمثل أبناء هاي المدينة في متابعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين. يتمنى النجفيون ألا يتحول المبنى الجديد إلى حلبة صراع لتصفية الحسابات الحزبية والشخصية، وأن يكون أعضاء المجلس الجدد جديرين به من خلال تخصيص وقتهم لاتخاذ قرارات تعالج تشوهات الطرق التي عطلت الحركة في المحافظة والقضاء على مافيات الفساد التي تمتص دماء النجفيين. نريد من هذه البناية أن تتناسب مع حجم تطلعات الشارع النجفي، وأن لا تكون بناية لتصفية الخلافات الحزبية على حساب الصالح النجفي وعلى حساب مصلحة مدينة النجف الأشرف. حقيقة ما كنا نتوقع بأن ضخامة هذه البناية هي من أجل 15 عضو لمجلس المحافظة. احنا نتمنى من السيد رئيس الوزراء أن ينظر بهذا الموضوع، أو يتم تحويل هذه البناية لمؤسسة أو يعني مستشفى أو مؤسسة يعني يستفاد منها المواطن من أجل خدمته. وتثير هذه البناية حفيظة العديد من النجفيين الذين طالبوا ولمرات عدة بتحويلها إلى مستشفى متخصص لمعالجة مرضى السرطان، وهو قرار اتخذ بالفعل في عهد المحافظ السابق. من النجف منير الجمالي، الشرقية نيوز.